بتمنى لكل مخلوقات الله بالخير. بس أنا بقولكم في شغلة لازم الناس ينتبهوا لها. أي نعم، كثر الحوادث اللي في الشوارع هاي، كل يوم في قتل وكل يوم في جرائم. أنا صار لي 40 سنة بسوق سيارة، عرفت؟ 40 سنة صار لي سوق سيارة، ما أذيتش إشي اسمه كائن حي ولا أخذت مخلفة. أنا بدي البشر يصيروا بشر، الشعب الفلسطيني إنه يصحى لحاله. كل يوم في حوادث، في شي يوم يمر بدون حوادث. آي نعم، وفي قتل وفي 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 إلى آخره من شغلة السيارات. عليش إحنا كل عمرنا نركب الجحش ونركب الحصان والفرس والجمل، لأننا ركبنا سيارة بدنا ندهك البشر على وجه الأرض. لازم نظل لابسين ثوب الأخلاق. إحنا شلحنا ثوب الأخلاق ورمناه. هذا اللي بدي أقوله. صباح الخير لأهل كل كرم جميعا، صباح الخير لكل الوطن وكل شعبنا الفلسطيني. صباح الخير إن شاء الله إنه مدينة طول كرم تكون من المدن المتميزة بالتجارة والصناعة. صباح الخير للجميع، شكرا لكم. صباح الخير لأهل طول كرم. صباح كل أهل فلسطين بخير وبالسعادة. الله يصبح بالخير على جميع المسلمين في كل مكان إن شاء الله. الله يفرج عن المسلمين المكروبين والمظلومين واليقتلوا ويدمر بيوتهم ومساكنهم، يفرج عن كل الأمة الإسلامية إن شاء الله وينصرها إن شاء الله، وينتقم من الكفار والمنافقين وأعوانهم إن شاء الله والظالمين.